إنهاء هذا النزاع على النحو الذي يجنب البلدين أي مشكلات مستقبلية؟ Thank you very much. Thank you for the question. شكرا جزيلا، أشكرك على هذا السؤال. إن فيما يتعلق بالأزمة ناغورنو كاراباخ، نحن نركز بشكل كبير على الأمور الوجودية الهامة لمواطنينا، مواطني أرمينيا في ناغورنو كاراباخ. هذا هو التركيز الأول، هذه هي الأولوية القصوى، استدامة الأمن المادي للمواطنين الأرمن في ناغورنو كاراباخ، ومسألة الوضع هناك وإدراك الحقوق في تقرير المصير وتنفيذ هذا الحق دون أي قيود. الأمن هو جوهر هذا الموضوع وهو الأهمية القصوى بالنسبة لنا فيما يتعلق بالجانب الأرمني. إن الرئاسة المشتركة للأوSCE لا تزال وستظل دائما هي المنصة الدولية الأهم التي نسعى للوصول إلى حل لهذه الأزمة من خلالها. هذه الأزمة وهذا الصراع من الممكن أن يستمر دون أي تنازلات، وذلك يعني أن كلا الطرفين يجب أن يتخذ خطوات ل تحقيق حل متوازن لمصلحة الجميع. لا يمكن أن نصل إلى حل لمصلحة طرف واحد فقط. وفي هذا السياق فإننا نتفهم حساسية الأمر بالنسبة للمجتمع الدولي ونتفق على أنه لا يوجد شيء يعني جمع الأزمات أو الصراعات سوياً ووضعها في إطار واحد، في قناة واحدة. فيما تعلق بإقليم ناغورنو كاراباخ فإن هذا الصراع لديه خصوصيته وتاريخه واختلافاته، لذلك ومن هذا المنطلق فإننا نقدر المنهجية الحريصة التي تتبعها كافة الأطراف للوصول إلى حل لمصلحة الجميع. لا يوجد حل عسكري لهذا الأمر، لا يمكن أن يوجد هذا الحل، لأن أرمينيا لديها قدرة تامة للدفاع عن نفسها، وناغورنو كاراباخ كذلك لديهم القدرة على الدفاع عن أنفسهم، ولكننا نحاول أن نحافظ على أمن المواطنين في ناغورنو كاراباخ، وهذه هي الأهمية القصوى، ونحن مصرون على هذا الأمر، ولدينا ثقة أن الجميع يتفهم أننا سنرفض أي حل عسكري، أي نية وجود حل عسكري. ومن هذا المنطلق فإننا نتفهم موقف كافة الأطراف الدولية، وسيكون هناك منهجية مسؤولة وحريصة لحماية مواطنينا، وتحت الرئاسة المشتركة للأوSCE فإننا نحترم مساعي السلام والاستقرار، ومصر من هذا المنطلق هي شريك في غاية الأهمية بالنسبة لنا. أما تركيا أثناء الأحداث الأخيرة في يوليو تموز كانت الدولة التي قامت باتخاذ منهج عنيف أحادي الجانب لدعم أذربيجان واتجاه عدائي تجاه الشعب الأرمني في الخطاب وفي الأفعال. وفي التحركات لقد شاهدنا التحركات العسكرية واستخدام المقاتلين الإرهابيين الأجانب ونقلهم إلى أذربيجان، قد نقلوا بالفعل على الأرجح، كما شاهدنا الوجود العسكري والتراكم العسكري. هذه التحركات التي تقود الجهود باتجاه بناء السلام والاستقرار في المنطقة، ولكننا لا نزال مصرون على منهجيتنا، ولكننا سننكر بذات العزم هذه السياسات والتحركات التي تظهر القوة والتي نعتبرها عدائية بطبيعتها والتي من شأنها أن تزعزع الاستقرار في هذه المنطقة، في منطقة شرق المتوسط حتى شمال أفريقيا وحتى الشرق الأوسط وحتى جنوب القوقاز. هذا هو الموقف وشكرا. بالتأكيد كما تحدث معي الوزير وأكد في مرات عديدة بأنه ليس هناك حل عسكري
لهذه القضية، وهذا هو المنهج الذي ندعمه، ونرى ضرورة التوصل إلى حل سلمي متفاوضي يلبي الاستقرار والأمن في المنطقة. مصر لها علاقات طيبة بكل من أرمينيا وأذربيجان، وتدعو دائما الطرفين للدخول في مفاوضات برعاية دولية من مجموعة مينسك للتوصل إلى اتفاق يحقق الاستقرار والأمان للشعبين. وسوف نظل ندعو ونعاون الشركاء في هذا الصدد والجهود الدولية في هذا الصدد، ولكن ما أكده معالي الوزير هو يتسق مع توجه ليس فقط لدينا ولكن لدى المجتمع الدولي وفقا للشرعية الدولية بضرورة الوصول إلى حل سلمي يلبي الاحتياجات لكافة الأطراف. معالي الوزير، لدي سؤالان. هناك وفد من المنطقة الغربية جاء من طرابلس يمثل الأعضاء من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب. هل هذه الزيارة للقاهرة تأتي في إطار ما يقوم به حوار بوزنيقة في المغرب، أم أن هناك موضوعات أخرى يتم تناولها؟ السؤال الثاني، ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي بمناسبة الحديث عن تركيا قال صباح اليوم هناك ضرورة للحوار وعودة العلاقات بين مصر وتركيا رغم وجود خلافات سياسية. هل هناك شروط مصرية ربما تكون موضوعة لبدء أي حوار مع تركيا؟ مصر تعزز كل الجهود المبذولة للتوصل إلى حل ليبي يؤدي إلى خروج ليبيا من الأزمة التي عانت منها والتي كان لها تكلفة باهظة على الشعب ومقدرات الشعب الليبي الشقيق. وهناك جهود تبذل من قبل حوارات تتم سواء كان مؤخرا في المغرب، حوارات تتم بصفة مستمرة بشكل مباشر وغير مباشر تيسر لها مصر بين كافة الفرقاء الليبيين. ليس لمصر أي تحفظ في هذا الصدد، وإنما بقدر ما تنخرط هذه الأطراف وتبتعد عن المسار العسكري وتدخل في حوارات موضوعية تزكي من مصلحة الشعب الليبي، تؤكد على وحدة الأراضي الليبية واستقرارها والالتصاق الكامل مع مقررات الشرعية الدولية، قرار مجلس الأمن واتفاق السخيرات، وتطبيقه التطبيق الكامل والأمين، والحفاظ على المخدرات من أي استغلال، وأيضا البعد عن الاعتماد على أطراف خارجية من شأنها أن تزكي من الصراع وتزيد من معاناة الشعب الليبي الشقيق. ولكن نحن نسعى إلى هدف، والهدف لابد أن يتحقق في أقرب وقت ممكن. تدخل مصر كان بهدف تثبيت الوضع العسكري وعدم تفاقمه، وإتاحة الفرصة أمام كافة الأطياف الليبية بأن ترتكن إلى الحل السلمي السياسي التوافقي الليبي، ونعتمد أيضا على الجهود المبذولة من قبل مبعوثة الأمم المتحدة. الحوارات الجارية في جنيف سواء كانت على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو العسكري في إطار لجنة 5-5، مقررات برلين، هناك أرضية كافية، ولكن هل هناك إرادة سياسية مماثلة لدى كافة الشركاء الدوليين الدول المؤثرة للوصول إلى هذا التوافق؟ بالتأكيد أن هناك تدخلات خارجية تسعى لترسيخ وضعها على الأراضي الليبية واستغلال هذا في إطار سياسات توسعية لا تخدم مصلحة الشعب الليبي، وإنما تخدم مصالح ذاتية ومرفوضة تماما. هناك من يجلب المقاتلين الأجانب إلى الساحة الليبية ويتعامل مع تنظيمات إرهابية تعمل في النهاية على بث فكر تطرفي، فكر هدام يستهدف الأبرياء، وكل ذلك أمر مرفوض ويزيد من تعقيد الموقف. ولكن مصر ستستمر في بذل كل الجهود بالتعاون مع كافة أبناء الشعب الليبي المخلصين للتوصل إلى توافق ليبي يؤدي إلى الاستقرار ويؤدي إلى الانتقال من مرحلة
مؤقتة إلى مرحلة دائمة بانتخابات معبرة عن إرادة الشعب الليبي في مستقبل مليء بالازدهار والاستقرار إن شاء الله. فيما يتعلق بالتصريحات، نحن نرصد الأفعال، التصريحات والحديث شيء، ولكن إذا لم يكن هذا الحديث متفق ومتوافق مع السياسات فلا يصبح لهذا الحديث وقع أو أهمية. السياسات التي نراها في تواجد عسكري على الأراضي السورية، على الأراضي العراقية، على الأراضي الليبية، التوتر القائم في شرق المتوسط، كلها تنبئ بسياسات توسعية، سياسات مزعزعة للاستقرار في المنطقة، وبالتالي لا تقود إلى حوار وإلى تفاهم وإلى بدء صفحة جديدة. وبالتالي كما بدأت، ليس الأمر بما يصرح به، ولكن الأمر بأفعال وسياسات تعزز من الاستقرار وتتسق مع قواعد العلاقات الدولية والشرعية الدولية هي التي تهمنا في هذه المرحلة. شكرا جزيلا.